قبلت اليوم سيد النائب العام، وانتم تعرفوا العلاقات المغربية السعودية هي من العلاقات النموذجية في العالم العربي وفي العالم ككل، ولذلك نحن متفقين على جميع الملفات وعلى جميع الخطوات، وكذلك قررنا أن نوطد هذه العلاقة لما في مصلحة الشعبين ووفقا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين وصاحب وكذلك جلالة الملك. لذلك تأكدوا بأن هذه العلاقة مطمرة وإيجابية وفيها مصلحة كبيرة للشعبين. شكرا لكم. هذا اللباس رائع. الشتاء هذا طبعا العطور